الإمام صلوات الله عليه يقول: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يجفد واحد يرفع راية ضلال، يطرح شبهة في الأمة، مو شرط هذا الفرد أن يكون باطلا محضا. إذا كان باطل ما كان يقول ماكو دين الدين خرافة الكل كانوا يعرفونه المشكلة أن هذا الذي يرفع الراية يخلط الحق بالباطل فينطل الأمر على السدة أهواء تتبع واحد عنده ذوق معين الذوق هذا مو ذوقي تحكيم الذوق في الدين. الدين مو قضية ذوقية. الشيطان ما كان مذاقه أن يسجد لآدم. الدين مو قضية ذوقية. هذا الدعاء ما يعجبني، إذا هذا الدعاء باطل. هذا الحديث ما يعجبني. هذه الفكرة ما تعجبني. الدين مو قضية ذوقية. الدين هو التسليم. لله سبحانه وتعالى. اهواء رجل عنده هوى معين تتبع واحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا هذا الذي يرفع الرايه جماعه يتعصبون له ثم يقول الإمام صلوات الله عليه فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق يجي صريح إلى الميدان لم يخف على المرتادين، مرتادين يعني الطالبين للحقيقة واضح حق باطل واضح باطل مكشوف ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، شويه حق، شويه باطل، شويه اقرار، شويه انكار فتختلط الآن ويحدث هنالك غبش في الرؤيه شايفين بين الطلوعين؟ يحدث هنالك اختلاط بين النور والظلام. واحد ما يشوف ان هذا اللي يجي من هو؟ هذا الشبح ما هو؟ ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، الضغث كما يقول الشارح يعني قبضة من حشيش مختلطة اليابس والرب يختلط فيها فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى، بعض يهلكون وبعض ينجون.